أطلق معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة شؤون البلدية والزراعة أولى فعاليات برنامج مهارات بلدية لأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية بهدف تمكين الأعضاء من القيام باختصاصاتهم العامة وبما يساهم في تطوير الخدمات البلدية، حيث جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان المسؤولية الوطنية لمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية. وأدارت الجلسة الدكتورة لولو المطلق عضو مجلس أمانة العاصمة سابقا رئيس مجلس إدارة جمعية الإداريين البحرينية، والتي أكدت أن المجالس البلدية في مملكة البحرين تمثل أحد روافد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم، إلى جانب كونها أحد الشركاء الأساسيين في عملية التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة. الجدير بالذكر أن برنامج مهارات بلدية يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات القانونية والإدارية المرتبطة بالعمل البلدي وتنمية المهارات الاتصالية والفنية للمشاركين للنهوض بالمسؤولية الوطنية. طبعا يسعدني أنا أكون من المشاركين في الحلقة النقاشية اليوم في معهد البحرين للتنمية السياسية، وكان الهدف من الورشة النقاشية هو إطلاع جميع أعضاء المجالس البلدية على المسؤولية الوطنية التي يعني مختصين فيها، وحسب ما الكل يعرف ان احنا محكومين قانون البلديات، وخاصة المادة 19 اللي توضح جميع المهام والمسؤوليات التي يجب القيام بها من جانب الاعضاء المجالس البلدية. وطبعا مجلس الامانة العاصمة ينطبق عليه نفس اللي ينطبق على باقي المجالس البلدية. تطرقت في طبعا محاضرتي الى دور الاعضاء ورؤساء مجالس البلدية، ألقينا الضوء على التخصصات والاختصاصات والمهام اللي يقوم بها عضو المجلس البلدي، وأهمية توعية المواطنين والعمل على تشجيعهم طبعا للتكاتف مع الأعضاء المجالس البلدية. هني طبعا أحب أنوه على دور معهد التنمية السياسية في تنظيم مثل هذه اللقاءات اللي تصب في مصلحة العمل البلدي. أهم ما لفت انتباهي هي السؤال المطروح، المسؤولية الوطنية للتنمية والمجالس البلدية هي التي تتحمل هذه المسؤولية. العضو البلدي إذا يلتزم بقيمة المسؤولية الوطنية، وهي المسؤولية الذاتية العليا غير المشروطة بالقضايا الذاتية نفسها، وبالتالي نحن نعتقد أن الأعضاء البلديين حققوا هذا التوجه من خلال مشاركتهم في الأمطار الأخيرة، أكدوا تفاعلهم وحرصهم على دعم المشروع الوطني للتنمية المستدامة. طبعا اليوم تشرفنا بحضور هذه الجلسة، وهي يعني جلسة نقاشية بتعرفنا يعني مستوى العمل البلدي بالنسبة حق كل المجالس البلدية، وطلعنا يعني على كل الأعضاء أو كل المجالس شنو دورها وشنو استفادت وشنو اللي إحنا يعني قدمناه وبنقدمه حق المستقبل يعني القريب إحنا نقوله.